اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام متابعينا على صفحه تكمل العربيه، معكم جوزيف دهري المحلل التقني ومدرب معتمد في هذه الشركه. بهذه الجلسه مثل ما تعودتوا علينا بجلسه جلسه بعد الظهر بتكون جلسه تعليميه لنمر على بعض المؤشرات وبعض استراتيجيات التداول اللي ممكن تستعملوها بشكل يومي كمداربين او كمستثمرين باسواق المال او باسواق الفوركس. طبعا خبرتي باسواق المال اللي هي تقريبا بتزيد اكثر من 10 سنوات، وايضا بالتحاليل التقنيه. طبعا بتابع التحاليل الاساسيه وبتابع بعض الاخبار وبتابع بعض الاجتماعات والتشنجات في البلدان الكبرى، وخليني اقول بعض الامور الاقتصاديه اللي ممكن نشوفها بشكل يومي او البيانات اللي بتصدر عنا، وايضا الاجنده الاقتصاديه. ولكن نصيحتي لكم طبعا بالنسبه للاشخاص كاشخاص خلينا نقول متداولين او مستثمرين في اسواق المال، نحن نقطه ببحر ضخم جدا. نحن عم نتداول براس مالنا، اذا في حال عم نتداول براس مال صغير نحن نقطه ببحر. يعني على سبيل المثال خليني اعطيكم مثل، اذا في حال نحن عم نتداول ب 100 مليون دولار، السوق الاسواق الماليه او سوق الفوركس هو 3 تريليون دولار او 4 تريليون دولار يوميا، الليكويديتي فيه ضخم جدا. فبهذه الحاله قد ما نكون راس مالنا ضخم برضه نحن نقطه ببحر ضخم جدا. طبعا بالنسبه للتداول انا نصيحتي لكم طبعا يعني بالتحاليل التقنيه وباستعمال بعض الاستراتيجيات والتداول ممكن ندخل بمراكز او بفرص استثمار بشكل سريع ونخرج من السوق، بنكون جنينا بعض الارباح وبنكون طبعا نحن عم نتداول بشكل سليم وبشكل امن. طبعا بدي احذركم من المخاطر قبل بدايه هذه الجلسه، اللي هي بسوق الفوركس لازم يكون عندكم الخبره والرغبه المعينه في المخاطره، وممكن تتحمل خسائر بتتجاوز راس مالك اللي اودعته في الشركه الماليه. بالنسبة خلينا نعود للرسوم البيانية. بالنسبة للموجات، اليوم بدي أتكلم عن موجات الاندفاعية، موجات إليوت. موجات إليوت هو خلينا نقول من أقدم استراتيجيات التداول اللي ممكن نستعملها في أسواق المالية اليوم. طبعا صارت أصعب من قبل، طبعا الأسواق المالية تحركاتها صارت شبيهة شوي صغيرة بالتقلبات الأفقية اللي هي volatility مرتفعة، تقلبات مرتفعة ولكن أفقية ببعض الشيء. منشوف موجات اندفاعية قوية، صعود وفجأة يعني إشارة انعكاسية وبيبتدي السوق بالاتجاه الهابط. فهذا الشيء طبعا عم بيضيع المستثمرين، بطل استثمار خلينا نقول آمن مثل أيام يعني طبعا زمان. فالأسواق المالية الليكويديتي الموجودة اصبحت بالسوق الاربع تريليون دولار اللي عم بيتداولوا بشكل يومي اصبحوا خطرين. فبهذه الحاله طبعا لازم نحن كمتداولين صغار بهذه الاسواق الماليه نجرب ناخذ فرص مميزه وفرص او نقط دخول مميزه ذهبيه كرمال نقطف من السوق بشكل سريع ونخرج منه. طيب هلا بالنسبه ل خلينا نقول الموجات الاندفاعيه ونرجع لحديثنا. عادة بعض الأشخاص أو المتداولين بيكونوا ضايعين بالموجات اللي ممكن تكون موجودة عنا بأسواق المال من وراء اتجاه هابط. خليني نشتغل بهذا الشيء بعض الشيء، خلينا نقول إنه الشموع الحمر اللي هي بتمثل خلينا نقول هذا الانخفاض، وهلأ رح ندخل أو رح ندخل خلينا نقول شموع باللون الأخضر اللي هي بتمثل طبعا الارتفاع. طيب عظيم، لكن نحن اذا في حال هلا بدنا نبتدي باشاره اندفاعيه، عندي عده انواع. اول نوع بالاشاره الاندفاعيه او بالموج الاندفاعيه خليني اقول او الموجات التصحيحيه، بدنا الموجه اللي بدها ترتفع من القاعان لا تبتدي موجه ارتفاع، بدها تكون عم بتسجل خليني اقول مستويات اعلى من اخر قمه انخفضنا منها. يعني على سبيل المثال نحن ارتفعنا بهذه الموجه، لازم الموجه تقطع خليني نقول مستويات او اخر قمه سجلها السوق اللي هي هيدي القمه. خليني نقول اوكي، خليني ارجع اوضحها بس بشكل نكون كلنا عم نفهم شو عم بيصير هون. لكن نحن الخطوط او القمه اللي هي انخفض منها السوق اللي هي هيدي القمه طبعا بالذات اللي عم دلكن عليها، لازم السوق خليني نقول يخترقها. طالما اخترقها السوق وارتفع فوقها، هيدي اول اشاره ايجابيه على انه نحن ابتدينا موجه جديده، موجه صعود. طيب هيدي موجه ايجابيه. هلا عندي عده اشكال ممكن تكون على سبيل المثال موجه رقم 1 2 اوكي 3 اللي هي بالشكل الطبيعي، 4 و5. هيدي عم نتكلم هون على 5 موجات ارتفاع، 1 2 3 4 5. هيدي اول سيناريو او اول موجه اندفاعيه
على شكل او بالشكل الطبيعي اللي ممكن نحن ناخده بعين الاعتبار، وشو الاشاره اللي حصلنا عليها على انه اصبح عنده تغيير بالاتجاه؟ على انه القمه تبع موج الام واحد اخترقت اخر قمه كان منخفض منها السوق بالاتجاه الهابط، فبهيدي الحاله اخذنا اول اشاره شراء، واكتشفنا انه نحن بالاتجاه العام الصاعد وابتدينا بهذا الارتفاع. لكن هذا اول سيناريو عندي بتكون تعرفوه كثير منيح، اللي هو سيناريو الصعد بالشكل الطبيعي. عظيم. السيناريو الاخر اللي هو بدي اتكلم عنه طبعا اليوم، السيناريو اللي هو الموجة طبعا الاندفاعية، ولكن الموجة الاندفاعية وبشكل خليني اقول ليدنج دايجنال تسمى. اوكي، هيدي تاني، او قبل ما نوصل لليدنج دايجنال اللي هي الاصعب، خلينا نمر على اشاره كمان اندفاعيه او موجه اندفاعيه ولكن بشكل اخر. هلا باللون الاحمر مثل ما كمان شفنا طبعا ممكن تكون بالاتجاه المعاكس، ولكن انا اخذ الاتجاه الهابط، لكن السوق عم ينخفض، عندي اشارات هبوط ارتفاع الى اخره، سجلنا مستويات مرتفعه رجعنا او قاع معين ارتفعنا رجعنا انخفضنا لسجلنا قاع معين. طيب هيدي موجه هبوط واضحه، السوق عم ينخفض، انا بدي انبش او بدي ارجع اشهد على اشاره انعكاسيه وارتفاع بالاسواق الماليه كرمال اعرف انه طبعا بدي ابتدي موجه جديده ارتفاع وادخل بمركز استثمار. هلا بهيدي الموجه اللي بدها تبتدي هلا موجه صعود، ما عندي اي اشاره فيها، ما بدخل مركز شراء، وانما اذا في حال بدي ارتد انا من هذه النقطه اللي هي تقريبا نفس القمه اللي وصل لها السوق قبل، هيدي نفس القمه. هلا اذا رجعنا شهدنا موجه هبوط عن جديد، سجلنا مستويات أوطى من آخر قاع سجل السوق اللي هو الكتف اليسار، خلينا نقول اللي هو عم نتكلم على هذا الكتف هون، إذا سجل السوق تحته بهيدي الحالة بنكون عم نعمل شكل inverse head and shoulders، وبهيدي الحالة طبعا لازم نتوقع انه السوق بهيدي الحالة هون يرجع يرتد بموجة صعود جديدة، يخترق النكلة اللي هي الرقبة ويكفي اتجاه الصعد. عظيم. بغض النظر عن الموجات، ساعتها بكون عندي انا اول مستوى اللي هو وصلنا له هو مستوى النكلاين على سبيل المثال اللي هي هيدا الرقبة، ورجعنا استهدفناها نفسها. تاني شغلة على انه نحن انخفضنا بموجة هبوط جديدة تحت الكتف اليسار اللي هو خليني اقول سجلناها موجة هبوط مستويات 76.4%، وطبعا كانت موجة رقم 2 وموجة رقم 3 اللي ابتدينا موجة صعود فيها. هيدي طبعا الشكل inverse head and shoulders تسمى، وهيدي اشارة ايجابية او سيناريو ايجابي لموجة ارتفاع جديدة. اوكي، هيدي بالنسبة طبعا ل خلينا نقول الثاني سيناريو للموجات الاندفاعية. ثالث سيناريو للموجات الاندفاعية اللي هي ممكن تكون عندي طبعا اللي هي الموجة الليدنج دياجنال. موجة الليدنج دياجنال شو بتقلي؟ بتقلي طبعا هذا اخر خلينا نقول استراتيجية. موجة الليدنج دياجنال بتقلي ايضا عندي موجات هبوط لو وصلنا لمستويات معينة. هلا عادة بكون السوق طبعا بموجات الهبوط عم يعمل خلينا نقول قمم وقعان اعلى واوطى من بعض على البعض، فبهيدي الحاله بتفكروا انه السوق باتجاه خلينا نقول افقي ولكن ميل على انخفاض، لانه الموجات الاندفاعيه او موجات الهبوط ما بتكون موجات انخفاض على هذا الشكل، ولكن بتكون خلينا نقول بشكل قعان وقمم اوطى من بعض على البعض. هلا بيجي السوق بده يعمل اشاره انعكاسيه، شو بيعمل؟ بيبتدي ارتفاع، بيرجع انخفاض ضخم ولكن ما بيخترق اخر قاع، بيرجع ارتفاع بيعمل قمه جديده، هو بيرجع انخفاض عن جديد بقاع جديد، ولكن عم بتلاحظوا انه القمم والقاعان عم بتكون قريبه من بعضها البعض، فالمستثمر بيضيع بهيدي الحاله، بيرجع السوق بيسجل مستوى خلينا نقول او قمه اعلى من القمه اللي قبلها، وبيرجع منخفض بشكل حاد خلينا نقول ليسجل قاع ولكن اعلى من القاع اللي قبله، ولكن بهيدي الحاله بنكون عم نسجل نحن ليدنج دياجونال اللي هي ويف 1 2 3 4 5. فبهيدي الحالة هيدي تسمى leading diagonal، وبهيدي الحالة هي من الأصعب للموجات الاندفاعية، موجات الصعود طبعا أو إشارة انعكاسية لموجات الصعود. فبهيدي الحالة هون بيكون المستثمر عم بضيع أنه القمم والقاعان عم بيكون أو الارتفاعات والانخفاضات عم بيكونوا حادين وبشكل ضخم. هلأ أنا بكون هون سجلت خمس موجات، برجع بنخفض لسجل big wave 2. فبهيدي الحالة هون بنكون بخمس موجات، أنهينا big wave 1
رجعنا انخفضنا ببيج ويف 2 وبنرجع بنبتدي بموجه ارتفاع جديده لنسجل بيج ويف 3. فبهيدي الحاله طبعا الليدنج دياجونال هي الاخطر والاصعب، لانه المستثمر بفكر على انه نحن بعدنا خلينا نقول بمرحله افقيه، وممكن بهذه الانخفاضات اللي عم بشوفها بانخفاضات موجه رقم 2 وموجه رقم 4 وبيج ويف 2، بفكر انه الانخفاضات حاده لنرجع ننخفض ونسجل قاعان جديده تحت اخر قاع خلينا نقول سجله السوق. فبهذه الحاله ما بيسترجي او المضارب والمستثمر بخاف انه يدخل بمركز شراء، وانما هي بتكون طبعا اشاره ايجابيه ولازم نبتدي موجه صعود. فبالنسبه لي طبعا هول ثلاث اشكال للموجات الاندفاعيه اللي ممكن نواجههم باسواق المال. بتمنى منكم تاخذوهم بعين الاعتبار، بتمنى منكم طبعا تاخدوا طبعا معلومات عن الموجات الاندفاعيه لتعرفوا كيفيه خلينا نقول الاسواق الماليه او كيف ممكن تكون عم تمشي. هلا بهيدي الحاله هون ممكن نكون عم نسجل موجه اندفاعيه اللي هي ليدنج على الاس بي 500، موجه رقم 1 2 3 4 و5. خلينا بس نصغر الرسوم البيانيه او الخطوط كرمال تبين الرسوم البيانيه، لكن هيدي اول موجه، اوكي، ثاني موجه، ثالث موجة، رابع موجة، وهلا ممكن يكون عندي موجة الخامسة، بكون عندي leading diagonal اللي هي 1 2 3 4 5، بيرجع بنرتفع بموجة رقم 2 لننخفض بموجة رقم 3 للاس بي 500. فهلا بدنا نترقب او بدنا ننتبه الاسواق المالية، بدنا ننتبه على الاس بي 500 شو ممكن يحصل عندي سيناريو، لا نرجع ننبش على سيناريو اخر طبعا وموجة هبوط جديدة للاس بي 500. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الجلسة، انا بشوفكم بجلسة الصباحية غدا لنقوم بتحليل الرسوم البيانية وابرز التحركات المالية. ما تنسوا تعملوا لايك وشير لهذا الفيديو التعليمي طبعا وللفيديوهات الصباحية. انا بقيت معكم المحلل التقني جزاف ظهري، بشوفكم بجلسة غد، بتمنى لكم نهار مثمر، الى اللقاء.